السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. أتمنى من الجميع لا تنسونا من فضل دعائكم أولاً، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركة رابط الفيديو لأوسع نطاق. اليوم في مشكلة صارت مع أغلب الناس بسبب التحديث الجديد للجوجل، تمام؟ صار الجهاز ما يفتح الاستديو، صار الجهاز ما يفتح أغلب التطبيقات مثل صاحب دان وغيرها وغيراتها. حل هاي المشكلة يا جماعة الخير سهل جدا جدا جدا، تمام؟ الحل عبارة عن انك تفوت على السوق بلاي، السوق جوجل بلاي، طبعا لازم يكون فيه ايميل جيميل او هوت ميل او بريد الكتروني بشكل عام. تفوت عليه يا جماعة الخير، وايش تسوي؟ تحدث الجوجل، جوجل كروم، وتحدث الاندرويد ويبس، تمام؟ راح اشرح هذا الامر بفيديو مطول ان شاء الله حاليا بعد هذا الفيديو مباشرة، راح يكون الشرح العملي. أتمنى من الجميع الإعجاب بالفيديو، مشاركة رابط الفيديو على أوسع نطاق لكل شخص واجه به هي المشكلة اللي صارت مع أغلب الناس. طبعا ما هي فيروس ولا أي ما له علاقة بشيء، بس عبارة تطبيق جديد، عبارة عن تحديث جديد للجوجل يا جماعة الخير، بس عبارة أنه أنت لازم تحدث الجوجل كروم، تكتب بالسوق بلاي كروم وتعطيه تحديث، وايضا تكتب اندرويد. طبعا جرب انت اول شيء، اكتب جوجل كروم وحدث الكروم، بعد ما تحدث الكروم اعطي الجهاز اعاده تشغيل، تمام؟ طبعا التجربه خير دليل. اخوكم محمد ابو حمزه جابر عثرات الكرام، لا تنسون من فضل دعائكم الاشتراك بالقناه على اليوتيوب. اغلب متابعيني يعني احيانا التقي فيهم بالصدفه، يقول يا اخي انا مشترك معك على القناه، لما يفتح اليوتيوب اتفاجئ انه ما هو مشترك بالقناه ابدا. أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس يا جماعة الخير ليصلكم كل شيء جديد. طبعا أنا يعني أنزل فيديوهات بشكل متقطع، السبب أنه ما في شيء جديد يعني على المؤاخذة، يعني حاليا محتواي ما عم بنزل فيه أخبار بشكل يومي مثل أسعار الصرف، مثل الأخبار اليومية، فقط عبارة الأشياء الحلوة اللي تهم الناس، المشاكل اللي تمر مع الناس وحلها الجذري، مثلا مساعدات الروابط الحقيقية وليست الروابط اللي يعني شلون ما كان مثل ما يقولوا. لا تنسونا مع فضل دعائكم ومع الشرح العملي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. يا جماعة الخير، أغلب الناس واجهتهم المشكلة التالية: يستمر في التوقف برنامج الويب تبع الجوالات، أي تطبيق عم تفتحه عم يعطيك حدث خطأ أو إرسال تعليق أو إغلاق التطبيق مثل ما حاليا عم يظهر بالشاشة. إيش حلتها يا جماعة الخير؟ حلتها عبارة أنك تروح على جوجل، على السوق بلاي، متجر بلاي، وتحدث متصفح الكروم والأندرويد سيستم ويبس، تمام؟ هذا الأندرويد هذا تفوت، إذا مو محدث عندك تحدثه، وايضا تفوت على كروم، اذا مو محدث عندك ايضا تعطيه تحديث. شوف شايفين شلون حاليا انا مو محدث عندي، بس نعطيه عباره تحديث. حاليا ما عندي الذاكره، انا بدي اضطر اني امسح بعض البرامج، تمام؟ طيب حاليا راح اعطيهن ازالة هذين البرامج. بلش انزل التحديثات يا جماعة الخير. شايفين 7 ميجا. بعد ما يتم تحديث هذا الشغلتين من سوق بلاي
يرجع الجهاز نظامي، لا حدا يفرمت الجهاز، واغلب الناس قالوا يا اخي فرمتنا اللي مشي حال. لا يا اخي الكريم، هاي تحديثه جديده بشكل عام لجوجل. بعد ما تحدث هاي الشغلتين، جوجل كروم والاندرويد ويب، يمشي حال الجهاز ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. حاليا نستنى. تمام، واضحه يا جماعه الخير؟ طبعا هاي اللي اجهزه السامسونج واجهزه الشاومي بسبب التحديثة الجديدة. حاليا جار التحديث، مش الحال طبعا هنا ما في ذاكرة الظاهر. المهم انت بس عبارة بعد ما يحدث جوجل كروم تعطيه عاد تشغيل ويمشي حاله بإذن الله. هذا كل ما لدينا اليوم. اي سؤال اي استفسار اترك تعليقك اسفل الفيديو. اخوكم محمد ابو حمزة جابر عثرات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.